دكتور عبد الرحمن كريويل، رئيس ديال مجموعة مدارس سوبيم تي اي ديال مدارس مهندسين ومدارس الإدارة. كنا بدينا واحد البادرة مع هذا الزلزال وهذا يعني الكارثة الإنسانية اللي وقعت، من أجل جمع التبرعات العينية خصوصا من أجل هذه المناطق المتضررة. والحمد لله قمنا بتجميع واحد الكمية لا بأس بها، شاحنتين كبار اللي تبارك الله جاوا وفرغناهم اليوم، وجبنا مجموعة من المواد وحاولنا نركزوا. بالطبع الناس تبرعوا بالأشياء كثيرة، من مواد غذائية، مواد أغطية، أفريشة وغيرهم، ولكن حاولنا نحثوا الناس أنهم يجيبوا الأفريشة والأغطية. وحتى حنا مشينا شرينا واحد الكمية من الأفريشة وداكشي، لأن كنا تنسولوا الناس اللي هنا تيقولوا لنا هذا هو الحاجة الكبيرة، خصوصا البرد الداخل تبارك الله. منين جينا في الطريق المساعدات جاية من كاع نواحي المغرب بكميات وافرة، فكاين مناطق اللي بعاد اللي توصلها اقل. مثلا هنا اصلا حاولنا نمشيو بعيد، البارح خرجنا من الرباط مع 5 الصباح وصلنا لهنا مع 9 الليل، يعني هذه كلها كانت في الطريق، وحاولنا نتجاوزوا جميع الصعاب خصوصا مع الشاحنات الكبيره باش نحاولوا نوصلوا لهنا، لان هنا تلاحظوا ان الطريق تتولي شويه خاويه، معني الناس قل اللي توصلوا لهنا، معني مساعدات اقل اللي توصلوا لهنا باش نحاولوا نوصلوا المساعدات الابعد مدى. بالطبع كاين الدواور اللي في الجبال بعد من هنا في المنطقه، تنحاولوا ان نتواصلوا معهم، يجيو الناس منهم ونمشيو لعندهم باش يوصلوا لهم مساعدات. تيجيو الناس من مختلف الدواور اللي كاينين هنا باش ياخذوا يعني مساعدات، وتنفرقوا تنقيدوا تنسجلوا شكون اللي خدا اين دوار وشحال، باش نحاولوا ما امكن نوزعوا ما امكن على هذه المنطقه كامله اللي هي قريبه من البؤره نتاع الزلزال. شكرا. نصيحتي بالناس اللي باغيين يساعدوا في القابل من الايام، راه البرد داخل وهاد البلايص راه تيدخلها البرد دغيا لان الجبال، فكل ما هو خيام، كل ما هو افريشه واغطيه هي حاجات ضروريه جدا، والناس نحسوا انهم محتاجين هنايا وتيقلبوا عليها وتيسولوا عليها اولا قبل من اي حاجه اخرى. الحمد لله كاين المواد الغذائيه، كاين جميع المساعدات، ولكن الافرشه والاغطيه والخيام حاجات يعني اللي محتاجين الناس بكثره. جينا من مراكش ووارزازات، انا شخصيا من وارزازات ومن مراكش. الاخوان الحمد لله كاين الخير، كل واحد من جاج كاين، جاي من الشمال، من الحسيمه، من كازا، الرباط، يعني مجموع المدن المملكه. الخير الحمد لله، المحسنين الله يجازيهم بخير بهذه المناسبه، تنقدموا لهم الشكر الجزيل على هذه المناسبه والامتنان لهم لهذه البادره، تبينوا على التازر ديالهم وعلى الوطنيه ديالهم وعلى تمغاربي ديالهم. الحمد لله الخير موجود. دابا النداء ديالي اللي كانوا وجدوا النداء الجامع، هذا الشتاء، الموسم ديال الشتاء راه جاي على الابواب،
النداء ديالنا هو على المانط والافرشه بالدرجه الاولى والخيام. المواد الغذائيه الحمد لله كاينه وافره. البارح كنا استطعنا اننا نوصلوا للاغبار اللي هو تيزيان تاس تما كاين، يعني كي باقي تما كاين واحد 19 ولا ازيد من 19 دوار اللي الطريق مقطوعه لهم. النداء ديالنا كنعاودوا نجددوه كيبازي على المواد الغذائيه اللي هي الاساسيه اللي هي القطاني الروز العدس اللوبيا، المواد اللي هي اللي تقدر يجريوها الناس. اما الحليب ودانون وهذاك الشيء اللي قابله للتلف المده ديالها تتراوح بين يومين ثلاث ايام. الله يجازيكم بخير، حاولوا تنقصوا منها، ديروا بحساب الوليدات إيه، ولكن راه كتضيع. الاساسيات الله يجازيكم بخير. وتنعاودوا نشكركم، تنجددوا النبذه، وتنشكروا الطاقم الصحفي اللي تيوصلوا النداء ديالنا، صحيفه الدار والاخوان كاملين كاملين كاملين، يعني مجموع ربوع المملكه. والوقايه ما نساوش الوقايه المدنيه والدرك الملكي والسلطات المحليه، هما اللي قايمين بالدور ديالهم بالواجب ديالهم. الله يجازيكم بخير الخوت، راكم عبرتوا على الوطنيه ديالكم، عبرتوا على الحرقه ديالكم على البلاد. راه بكم نفتخر وبالمغرب تنفتخروا بالمغربي ديالنا. الحمد لله راه دو دور مضمون فيكم. الله يجازيكم بخير، عاودوا نجددوا النداء ديالنا. لمانط 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 عبازي على لمانط والخيام. المواد الغذائيه بالنسبه للطريق حاولوا تيفيتيو البلايص اللي وصل لهم القدروم، حاولوا تيفيتيوهم. الخوت حاولوا نبازيو على البناء المناطق البعيده. باقيين عندنا كاين واحد المساله انت باعتبار انك دوزتي تجربه، كاين مناطق اللي تتوصلها المساعدات بزاف وكاين مناطق نعم. شنو نصيحتك للناس اللي مازال جايين؟ نصيحتي للناس اللي جايين ينسقوا مع الابعد نقاط، يعني ينسقوا مع الناس ديالنا. السلطات انا نقدر نقول لك الطرح كبر على السلطات وعلى يتشاوروا ويوجهوا. كاين مشكل ديال الريزو، مشكل ديال الضو، مشكل حتى باغي تواصل مع الناس الاخرين. يعني دابا التواصل تيكون غير عبر تتنقل المنطقه تاع العلمين، تضرب واحد 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر من تما تتلقى المعلومه من تما، يعني تقدر تعرف الدواور. حيت ما يمكنش دابا كاينين تتعرف غير هاد لونفيرونمون هاد الوسط اللي قريب ليك، ولكن راه كاين باقي بعاد الدوار اللي باقي بعاد. هاد المساله هادي راه شاده، يعني كيف ما تعرف الجميع راه شاده من مراكش للحوز تارودان تورزازات تنغير، يعني وهاد المنطقه كلها راه كاينين دواور اللي تقدر حتى حد ما عرفهم حتى حد ما سميتو الا الله سبحانه وتعالى. الله يجازيكم بخير وتنشكركم بزاف، شكرا جزيلا. الاخوان تنشكروا هاد الناس هذا على هاد العمل اللي قاموا به، الله يجازيهم بخير. وتنشكر الناس من طنجة للقويرة، مغاربة كاملين وديما مغرب، وعاش الملك. والله ينصر هاد الناس هادو، ناس لا ناس رباط، ناس كازا، ناس دار بيضاء، ناس طنجة خاصة، ناس طنجة الله يعمرها دار. وتنشكرهم بزاف، واللي دار شي حاجة دارها لله، والله يرحم ليهم الوالدين، وشكرا بزاف. حنا دابا حطينا المقام هنايا، وتيجيو عندنا الناس، وكاينين الناس يمشيو بالحديد تيتسارعوا على الدواور تيجيبوا الناس لهنايا. الحمد لله الساعه ما خصها شي حاجه، كل شيء كاين الحمد لله، كل شيء موفر، كل شيء موفر. مواد الغذائيه اللي بغى يعني اللي بغى يساعد يعني يجيب شي حاجه يجيب القياطن لهاد الناس هادو، القياطن والمانطات، القياطن والمانطات. اما المواد الغذائيه كل شيء كاين الحمد لله، اللي بغى يساهم بهاد الناس هادو يزيد يعاون يجيب القياطن والمانطات. والله يرحم الوالدين وشكرا بزاف. الحمد لله كل شيء، الحمد لله كل شيء تضامن. ناس من طنجة للقويرة الحمد لله، الله يجازيهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين، والله لا يدعو اجر المحسن، اللي دار شي حاجه يديرها لله، وكل شيء فايت. والله يرحم لهم الوالدين هاد الناس هادو، وتحيه وتنشكروه. هذا مول الرموك حتى هو تنشكروه بزاف، هو يهضر معاكم. كنشكر الشعب المغربي قاطبه من الشرق الى الغرب، ما كاينش اللي قصر من جهده، لا من كبير ولا صغير، مواطنين كاملين كيعاونوا ماديا ومعنويا بيديهم وبرجليهم. الطريق مقطوعه والناس تكرفصات بزاف، 10 السوايع 90 كيلومتر عاد وصلوا لهاد الناس، وبيتين فايقين وضالين فايقين وبيتين فايقين، وعاد ادوا الواجب ديالهم، وهما مازالين انتم كتشوفوا كل شيء على عينيكم. ونتمناو من الله الخير ونسالوا الله اللطف. انا ما تاسفت والله، تبقيت كنرعد كنقفز، والله الا الدموع بقاو كيخرجوا لي كثر ملي كنشوف انايا. جيت انايا وكنشوف الشاحنات محمله بهذه المواد الغذائيه، بهذه المواد الغذائيه واللبس والادويه وجميع ما يخص المواطنين، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم،
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.